بقاله كتير ما بيشوفهاش وتليفونها كمان مقفول حيتجنن عشان يطمن وبيفكر فيها على طول وبين الرنة والتانية ما بيكملش كام ثانية وهي في مشكلة ولا بيشغلها حاجة تانية بقى يفكر يعدي من قصدتها بقى يفكر وخايف يقلب الدنيا نزل جماعتها مستنيه يلاقي حد يعرفها وقال يمكن هناك اسأل وقابل حد بيشوفها اخيرا واحدة بتسلم وبالصدفة كانت عارفة وعدت هي قدامهم بسرعة وعاملة مش شايفة ما كلمهاش وصاحبتها قالت لنسى بقت مرتبطة بالشخص اللي واقفة معاها سكت خالص وما تكلمش وبعد دقيقة بصلها قالت له زعلت قال لقاه ومن قال اني جاي لها بيهرب من الكلام بكلام واخبارك وحشاني ومش قادر يبص وراه يشوفها مع واحد تاني بيهرب من الكلام بكلام واخبارك وحشاني ومش قادر يبص وراه يشوفها مع واحد تاني ورحمة قلبه كان ليها حبيبها واخوها وصاحبها لا فكر يوم يجي عليها ولا قال مرة هيسيبها لا فكر يوم يجي عليها ولا قال مرة هيسيبها ورحمة قلبه كان ليها حبيبها واخوها وصاحبها خلاص يعني عشان طيب دي بتخونه هترتاح لما تلمح دمعه في عيونه كانت قبل ما تتمناه يجيب اللي بتتمناه شايفها كأنها الجنة وحلم مصدق انه لقاه وتليفونها كمان مقفول حيتجنن عشان يطمن وبيفكر فيها على طول وبين الرنة والتانية مبيكملش كام ثانية وهي في مشكلة ولا في شيء. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مارادونا.com.